الان يعني بالنسبه للمجريات هذا الملف اللي تم الان اجراء يعني بحث يعني بحث تمهيدي لاجراء السيد الوكيل الملك محكمه طنجه اللي تم استماع الطرفين يعني المشتكي والضنينه يعني تم واحد يعني استماع لهم يعني كان واحد البحث اللي هو كان يعني كان معمق ولكن السيد لويس يعني السيد الوكيل المحترم بهذه المحكمه الجزائيه بطنجه امر يعني الدرك الملكي بإجراء يعني بحث يعني القضية باقي ما اتخذت فيه في قرار نهائي باش نقولوا شنو قال لحد الآن يعني باقي يعني باقي سيريات البحث يعني حاليا إطلاق سراح الزوجة ديال الزوجة وذلك من أجل تعميق البحث نعم يعني باقي يعني بعض المعطيات ناقصة في الملف يعني خصنا هناك تعميق البحث يعني هذا هو اللي غادي نقدروا نركزوا أكثر لأن السيد الوكيل القرار اللي اتخذوا لحد الآن هو إطلاق يعني سراح ديال الزوجة زوجة الأب يعني مقابل يعني تعميق واحد البحث من طرف الدرك الملكي هذا هو يعني يعني هو هذا هو القرار اللي عندنا لحد الان حنا كديفا نوعيه التهمه الموجهه الى الزوجه مثلا يعني داك باقي ما كاينش يعني ما كاينش تهمه يعني باقي يعني ما تاخذش متابعه نهائيه السيد الوكيل يعني انتظروا يعني هاد سريه البحث اللي كاين دابا باقي المجريات ديالها باقي الاستماع ديالهم امام الدرك الملكي وارجاع المسطره من جديد انا ذاك سيد انتظروا القرار النهائي ديال المتابعه اللي غيتاخذ النيابه العامه. يعني تم استماع الشاب حمزه؟ تم استماع المشتكي وهذه يعني يعني المجريات باقي ما لحد الان باقي ما كاينش قرار نهائي. ما قدمش ديك الالتزام اللي عمل قبل الالتزام اللي عمل على التنازل ديالها. هو يعني كيتشبت المتابعه ديالها. كيتشبت المتابعه. كيتشبت المتابعه ديالها وحنا كنا باغيين يعني ما كرهناش الامور لان الامور كيتعلق بالمسائل العائليه كنا كنتمنوا يكون شي صلح بين الطرفين ومن شي تاخذ مجريات يعني الصلح اهم يعني في هذه المسائل وحنا في هذا الشهر المبارك كنا كنتمنوا حنا كدفاع يكون الصلح دائما حنا نميل الى ما يسمى بمبدا التصالح التصالح يعني يرجع الامور الى نصابها يعني احسن بكثير من يعني حنا الان لحد الان يعني يعني المتابعه لحد الان قرار المتابعه مازال ما متاخذش يعني باقي البحث كما قلت اؤكدها يعني انتظروا البحث اللي غادي تقوم به السيريه الدرك الملكي وانا ذاك نشوفوا القرار اللي غيتاخذ السيد الوكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه بطنجه. هذيك الزوجه الثانيه بالنسبه للاب ما هو راه مرض باه. نعم. بالنسبه للقرار ديال النيابه العامه بعد التقديم ديال المتهمه او الضنينه امامها تم استنطاقها فاتخذت هذه الاخيره قرارا بارجاع المسطره الى سريه الدرك الملكي في طنجه لاتمام لاجراء مزيد من البحث مع رفع حاله الاعتقال عنها الى حين يستكمل هذا الاخير مسطره البحث ما زالت جاريه وبالتالي لم نتمكن من الاطلاع عليه ومعرفه هل كان هل تم تصويره حديثا ام قديما او تم تركيبه كما جاء على كما جاء في المواقع مجموعه من المواقع وبالتالي لا يمكن الجزم ان كان هو تم تركيبها قديما او جديدا لحد الساعه الا بعد اتمام او بعد القيام بمجموعه من التحريات من طرف سريه الدرك الملكي بطنجه.